تتواصل بالعاصمة أشغال الملتقى الدولي الموسوم بالسينما والذاكرة في يومه الثاني من خلال تقديم محاضرات لأساتذة وباحثين في السينما والتاريخ. الحدث تميز بتسليط الضوء على موضوع جدلية المقاومة الثقافية وحضور الذاكرة في السينما الجزائرية ودور الفن السابع في التعريف بالثورة التحريرية المجيدة. بالمناسبة تم تكريم التلفزيون الجزائري نظير مساهماته الفعالة في إنجاح الحدث.